مساكم الله بالخير يا شباب، شلونكم؟ هذا الفيديو انا مسويه ابغى اجرب امكانيه ميكروفون توني شاريه صغير قد الولاعه، يعني هذا الميكروفون صغير، ما تتخيلون، يعني هو صغير حق ينشبك في الملابس. هنا انا شريته عشان احسن الصوتيات اللي عندي، عشان المقابلات اللي اسويها والفيديوهات اللي انزلها. الشباب في ناس قالوا لي اشتري الميكروفون اللي يتركب على الكاميرا، يعني هو طبعا ميكروفونات الرود هذه وغيرها والشور، لكن انا احد الاصدقاء نصحني فيه، يعني قال لي لان هذا ممكن تحطه في اي مكان وتصور الحفله او تصور المقابله، والكاميرا بعيده، يعني الكاميرات هذه الميكروفونات الثانيه لازم يكون الميكروفون على الكاميرا يعني وقريب، وتحاول تقرب عشان يلقط الصوت. هذا الجهاز الحين عندي انا الميكروفون، وفي واحد مثله ريسيفر يستقبل منه الصوت. انا طبعا حط له ستاند، شو اسمه، ستاند القناه هذه حقت السيلفي، عصايه السيلفي، ابغى اجرب عليه صوت العود، يعني حتى ما انا محضر شيء انا، بس بنجرب عليه صوت العود. يعني المسافة مخليها تقريبا 40 إلى 50 سنتي يعني عن العود، يعني هذا دائما يسجلون كذا الأكوستيك، الآلات الأكوستيك الوترية. سجلت فيه قبل انا كان في شويه من الهس هذا وموجوده، بس قال لي احد الاصدقاء يعني ان هذه اخفاء الهس هذه في فلاتر تستخدم انها تنحط على بعض البرامج، يعني البرامج مثل سوني فيجاس وادوبي اديشن وكذا. انا ما عندي هالموضوع هذا، لكن ان شاء الله راح اوصل لهم، يعني كنت اشتغل عليهم اول الحين تركتهم، يعني فابغى رايكم انا في الهس، هل هو مبالغ فيه؟ ورأيكم برضو في نقاوة الصوت مع الميكروفون. يعني يعطيكم العافية، وإن شاء الله المرة الجاية نسجل تسجيل بروفيشنال أقدر وأحسن من كذا. شكرا جزيلا.